خلفاء وملوك بني أمية نواصب يتدينون ببغض ومعاداة ولعن أهل بيت النبوة، ونحن ندافع عنهم ونحبهم إلى اليوم، ونتفقه بفقههم ونتلقى رواياتهم وعمن أجازوه وعمن أعطوه أشبعوه. عجباً، يا عجباً لهذه الأمة. تعرفون كان من الذي كان على رأس الجيش الذي سيره عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه لقتال الحسين وقتله وأهل بيته؟ عمر بن سعد بن أبي وقاص، الصحابي الجليل أيها الإخوة. سبحان الله، أخرج الله من صلبه هذه اللعنة المسمى بعمر بن سعد لعنة الله عليه. الإمام العجلي يقول عمر بن سعد بن أبي وقاص كذا كذا الزهري، وهو الذي قاد الجيش الذي قتل الحسين، ثقة. علق يحيى بن معين قال يقتل الحسين وتقول ثقة؟ إيش التناقض هذا؟ أحد المحدثين مرة حدث بحديث بإسناده الجنون الأموي، هذه الأمة جنت أمويا، رعب، نوع من الرعب من الخوف أيها الإخوة. أحد المحدثين حدث بحديث فذكر إيه؟ وعن عمر بن سعد، فقال له أحد طلابه: تحدث عمن قتل ابن بنت محمد يا شيخ، أما تستحي من الله؟ أما تخاف من الله؟ فجعل يبكي وقال: لا أعود، لا أعود. ضحكوا علينا علماء الجرح والتعديل. ثقة يا أخي، شيء لا يصدق. هل هناك أعظم من قتل الحسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان جالسا في ظل الكعبة، فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال: أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض. قال الآن هذا هو النبي، قال هذا. هذا حديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد، إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله: أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له: لأعزلنك عن عملك ولأهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، وحأهدم لك بيتك بس. فقال: أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال: والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال: لا، نرجع مأثومين بقتل حسين. أي لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعيون جليل، في المنام، قال: رأيته في المنام، فقال لي: ائتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني وقل له: من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال: ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين، والحديث طويل، أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك أيها الإخوة. النبي أمر بغزاء، قال: فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم، ثم غزونا وعدنا، فأتى أحدهم فقال: يا رسول الله، استغفر لي الله غفر الله لك. قال: ماذا أحدث؟ حدث عمل لك مصيبة؟ النبي قال له: قال: نعم يا رسول الله، إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي، فقال: إنه مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: تعوذا من الموت. قال: أنا شفت أنه تعوذا. فقال النبي: ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شققت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال: قلت: كلا يا رسول الله، لم أفعل. قال: أما إني لن أستغفر لك، اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين: فمات، فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي
لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا، أليس كذلك؟ هو مجاهد وغزا بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا أسلم في لحظة بلسانه، لا ندري، كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي، ثم يوضع على رمح وفي صفط ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية، عاشق بني أمية، ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي، بمرات لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين، وسكينة بنت الحسين من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول: يا أمير المؤمنين هب لي هذه، أريدها أن أنكحها، هذه سبيها كذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت: كلا، ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له. قال: كلا، لو أردنا لفعلنا. يزيد الملعون يقول، قالت: كلا والله، إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي، تخرج من دين محمد، لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول، ومعاوية على علي، ويزيد على الحسين. أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب، ولكن العمى نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي، بنت فاطمة، سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، ما هذا؟ ما هذا؟ وبعد هذا الذي حدث أيها الإخوة، وبعد الذي هذا حدث، رحمة الله على الإمام أبي عبد الله الحاكم الذي اتهم بالتشيع، صاحب المستدرك على الصحيحين، يقول أبو عثمان الصابوني: أنشدني شيخنا الإمام أبو عبد الله الحاكم في مجلس الإمام الحمشادي الحاكم، ماذا يقول؟ يقول: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، كما قلت لكم، والنبي ثبت عنه هذا، ورد عنه هذا، كما قتل يحيى، كما قتل بنو إسرائيل أنبياء هذه الأمة، فشلت أن تقتل محمدا ليلة العقبة التبوكية، فشلت، والنبي أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله على كل ذكي وأريب أن يبحث وأن ينقر وأن ينقب وأن يفتش لكي يعرف على الأقل أسماء بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل الرسول ليلة العقبة. اقرأوا صحيح مسلم، واقرأوا الشروحات وكل ما كتب حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع. الموضوع خطير، خطير. قال حذيفة: أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، في صحيح مسلم. هذا لا يقال لنا، لا نعلم الحقائق أيها الإخوة. نعم، فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه، وقتلوا ابنه، وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل.
لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في 5 قارات العالم، أو في 5 قارات العالم، في 5 أصقاع المعمور. أي والله، في الهند والسند، وفي العراق والشام، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم، وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد. لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر. فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم. فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله، إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب يا أخوان. رحمة الله على الإمام القاضي ابن خلكان. القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان أيها الإخوة يروي في ترجمة الشاعر الشهير حيص بيص سعد بن محمد أيها الإخوة ابن الصيفي الذي عرف بحيص بيص، يروي يقول: وحدث الشيخ ابن المنجلي، نصر الله ابن المنجلي كان شيخا فقيها، قال: نمت ليلة، يبدو أنه نام في مثل هذه الليالي، مكمودا محزونا، قال: فسنح لي الإمام علي عليه السلام في المنام، فقلت له: يا أبا الحسن، تفتحون مكة وتقولون: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ثم يتم على ولدك وأهلك في الطف بكربلاء ما تم، ما هذا؟ ما هذا؟ حاربوكم 20 سنة، ولما أمكن الله من معاوية وأبيه وأخيه وأمه آكلة الأكباد، قال محمد رسول الخير والطهر والمرحمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقبلها قال: ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ويأتينا الحمقى التائهون ليقولوا. لما قالها؟ قالها لأنه قال: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، أراد أن يتألف هذا الرجل المعطوب الفطرة المنكوس الشخصية، أراد أن يتألفه لعله يخشع قليلا ويبخع للإسلام. تألفا أيها السائل التائه، يا من ضربوا بك في التيه يضحكون عليك. فما كان جزاء محمد وآل محمد؟ قتلوا تقتيلا. الله أكبر. وعلى يد من؟ على يد هذه العائلة بالذات، على يد هذه العائلة بالذات. كل بلاء الإمام علي من معاوية، والبلاء الذي أصاب الحسن والحسين من بني أمية ومن معاوية وأبناء معاوية. الحسن يموت مسموما أيها الإخوة، ثم عدة مرات ونجا، حتى ثم آخر مرة فلم ينجو منها، كان يلفظ كبده لفظا، لفظا أيها الإخوة، لفظا، وإلى الله المشتكى، الله الموعد. وقال لأخيه الحسين: ادفني عند جد المصطفى فأنا أولى به، وتعلمون حكيت لكم. ويأتي مروان ابن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه من قبل أيها الإخوة، يأتي ويمنع، وفعلا ويعمل الحسين بوصية الحسن، ويمنع الحسن أن يدفن من عند جده رسول الله، لأن بني أمية لا يريدون. شيء لا يصدق يا أخوة. هذا حرص على رسول الله، حب لرسول الله، أم بغض في أهل بيت رسول الله وفي رسول الله نفسه؟ نعم نعم.
كانوا يخاطبون بعض المسلمين يقول محمديكم هذا، انتبهوا محمديكم، وقال لك مسلمون. رحمة الله على حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل أمين سر رسول الله على المنافقين على أسمائهم، توفي سنة 36 بعد مقتل عثمان بأقل من سنة، رأى التحول خطير على يد بني أمية في آخر خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، رأى كيف تحبث أيها الإخوة بنو أمية بكل شيء، كيف قلبوا الدين وكيف جاهروا بالنفاق. ومن يعني حذيفة بقوله إلا هؤلاء؟ فيما رواه عنه البخاري قال حذيفة إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قال ما في نفاق اليوم، كفر اليوم في صحيح البخاري، انتبه حتى تفهم التاريخ. بتقول ليش تاريخ وطبري وابن عبد ربه وأنت تقول عواطف؟ في صحيح البخاري عن ماذا يتكلم؟ قال اليوم ما في نفاق، اليوم كفر بعد الإيمان. هذه رواية للأكثرين قال الحافظ، وفي رواية الكفر أو الإيمان، كفر أو الإيمان بالترديد، بالترديد أيها الإخوة. هذا هو المهم. اسمعوا القصة العجيبة، فبماذا أجابه الإمام علي عليه السلام؟ قال له الجواب عند ابن الصيفي، أما سمعت ماذا قال ابن الصيفي؟ قلت كلا يا أبا الحسن ما سمعت. قال فاسمع منه. قال فاستيقظ وهرعت إلى دار حيصبيص. حيصبيص هو سعد بن محمد المعروف بابن الصيفي الشاعر العباسي الشهير، متوفى سنة 74 و500 للهجرة، حيصبيص مشهور. قال فطرقت عليه الباب فخرج مذعورا، فقلت الأمر كذا وكذا، فماذا قلت؟ فلما سمع ما قلت شهق وأجهج بالبكاء، جعل يبكي. قال والله إن عرف بها أحد بهذه الأبيات، وإن قلتها قبل الليلة ما نظمتها إلا قبل قليل. أنا قلت في هذا المعنى بالذات. قال عجيب، أنا كنت أفكر في قضية مظلومية أهل بيت النبي وكيف قابل بنو أمية وآل أبي سفيان وآل مروان أيها الإخوة، آل الحكم ابن أبي العاص وحسبك من شر سماعه، كيف قابل وعفى رسول الله وكرم رسول الله بتذبيح أهل البيت. قال فقلت وهو يبكي ملكنا فكان العفو منا سجية. هذه الأبيات تسمعونها، هذه قصتها، لا تقال لنا كامل القصة، انتبهوا نصب من تحت لتحت، لا يحب لا يحب لا يراد أن تقال لنا القصص كاملة حتى تحفظ الأبيات دون أن تعرف القصة، لأن القصة تنتصر لأهل البيت وفيها كرامة للإمام علي عليه السلام. رؤياه حق هنا، شفتوا حق. قال اذهب إلى ابن الصيفي تسمع الجواب منه. الله أكبر. قال ملكنا فكان العفو منا سجية، فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح، نحن بنو هاشم وأنتم بنو عبد شمس، أنتم أبناء الحكم وأبناء أبي سفيان صخر ابن حرب. هكذا، هذا هو الفرق يا إخواني،